يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المدرسين الذين يدرسوننا في كليتنا يقولون بأنه في كل فرقة من فرق المسلمين توجد إيجابيات، ولو أن الطلبة أخذوا من كل فرقة هذه الإيجابيات لكان على خير، ومثل بذلك بأن قال بأن نأخذ في الدعوة إلى الله أسلوب التبليغ وبعض الأشياء الحسنة من الصوفية وما أشبه ذلك، فهل تفصيله صحيح؟ أنتم تفهمون أن عندهم قاعدة يسمونها القاعدة الذهبية، يقولون نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا الكلام طالع منها القاعدة هي. لا، ما يجوز هذا، ما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بل نرد للدليل، من كان معه الدليل فهو الحق وهو المصيب، ومن كان مخالفا للدليل فهو المخطئ، ولا نرضى عن الخطأ ولا نداهن في دين الله عز وجل، ما خالف الدليل فهو مردود، ما نأخذ إلا ما وافق الدليل عند أي أحد، الحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه، أما أن نقول نصلح ونتسامح ونأخذ ما اتفقنا عليه والباقي يعذر بعضنا، يعني اللي يدعو غير الله نقول يعذر بعضنا، اللي يعبد القبور والأضرحة نقول يعذر بعضنا بعض، وش اتفقنا عليه إذن؟ اتفقنا على اسم الإسلام فقط، اسم الإسلام ما يكفي، لازم من التحقيق، فهذه قاعدة باطلة يسمونها القاعدة الذهبية، ومع الأسف يتبناها بعض الشباب أو بعض الحزبيين، وهي قاعدة باطلة مصادمة للكتاب والسنة، الله لم يقل يعذر بعضكم بعضا، بل قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال يعذر بعضكم بعضا وكل يبقى على ما هو عليه. نعم.